أريد أن أتحقق لأن عندي هنا. فقد كنت أنظر في صورة أخ من إخواننا يضع صورتي، أنا لا أحب هذا الأمر وأنهي عنه، لا أحب مغالاة في هذا الأمر. بارك الله فيكم. نعم أعلم أنه يوجد شباب يحبون أن يضعوا صور طلاب العلم والمشايخ وغير ذلك، أنا لا أحب ذلك، هذا فيه إطراء وغلو ومحبة زائدة للشخص، وهذا لا شك أن فيه ثناء ومدح لهذا الشخص الذي يعلق صورته، وأنا لا أحب ذلك. وفقنا الله وإياكم. أعلم أنك محب لي يا أخ عبد الله، لكن لا تضع صورتي، ليس من أجل الحسابات، فأنا أبيح لأي أحد أن ينشر ما في حساباتي أو يضعها عنده في قنواته أو في حساباته، لا بأس. أنا يعني أقول لو جزاك الله خيرا أنك تساعد في نشر محتوى، لكن بالنسبة لمحبتك الزائدة لي لدرجة أنك تضع صورتي فأنا لا أحب ذلك، من باب الإطراء والمحبة ولا التزكية فلا أحبها. وفقك الله لكل خير. ولست كالمتعالمين الذين يحبون أن ينشر من يتابعهم صورهم على حساباتهم ويقولون تلميذ فلان أو محبي فلان أو غير ذلك. وفقك الله لكل خير يا عبد الله، وجزاك الله خير في حسن ظنك بي. يا عبد الله تلك الصورة خاصة بالقناة الرسمية للشيخ. لا، ليس عندي هذه الصورة للقناة الرسمية، وليس يوجد شيء اسمه قناة رسمية عندي. لا، أنا غير ما تعرفه. يعني كثير ممن يخرج مفترض يعني أنه يعني طالب علم على الأقل يعني، أو يعني، لكن ما يحظر التعليقات ويخصصها للمشتركين فقط، فيرغم من يريد أن يسأل سؤالا أن يشترك في القناة أولا، وأنا لست كذلك. بعضهم لابد من هذه القناة الرسمية لفضيلة الشيخ الفلاني فلان، أنا لا أفعل ذلك. إيه ثاني يعني مثل هذه الأشياء، أسأل الله السلامة فيه. لكن لا يوجد عندي قناة رسمية ولا غير، بواعث الهداية وشروح وردود علمية ومقتطفات ابن عمارة، هذه ثلاث قنوات على اليوتيوب. وأما الحسابات فعليها صورتي من باب أن يعلم الناس أنه أنا، وأي صورة يعني، لكن أنا أمنع ذلك ليس من أجل أنها صورة قناة، لا، لكن من أجل الغلو في الشخص أو المحبة أكثر من الطبيعي في الشخص، لا أحب ذلك، انتبهوا. بخلاف بعض المتعالمين الذي جعل من يحضر عنده أو متابعين يضعون صوره، لا، أنا لا أحب ذلك.